أهلا بكم من جديد. تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بافتتاح فندق جميرة رويال سراي بمنطقة السيف، ويحظى الفندق بموقع مميز على شاطئ البحرين ليشكل إضافة جديدة إلى سلسلة المشروعات التنموية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة وفي شتى القطاعات. ويضم الفندق 167 غرفة، منها جناحان ملكيان، بالإضافة إلى العديد من المطاعم ومرافق الاستجمام. وتتماشى هذه الإضافة المهمة إلى محفظة مجموعة جميرة مع خططها للتوسع في منطقة دول الخليج العربي. يذكر أن المجموعة تدير حالياً 21 فندقاً في 9 وجهات تضم بمجملها أكثر من 6000 غرفة فندقية. افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني المعرض السنوي لإدارة حماية المستهلك الذي يقام تحت شعار التجارة الإلكترونية والتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني في مجمع سيتي سنتر. وقد اطلع الزياني على الإجراءات التي تتخذها الجهات والمؤسسات المالية للتصدي لجرائم الاحتيال الإلكتروني، والتي باتت أدواتها متنوعة ومتطورة، الأمر الذي يتطلب نشر الوعي الإلكتروني بين المستخدمين لخلق بيئة اقتصادية آمنة تحفظ حق المستهلك في حماية خصوصية بياناته ومعلوماته. ويشتمل المعرض على عرض لتطبيقات التجارة الإلكترونية وعروض نماذج لقصص واقعية تصدت لها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال الاحتيال الإلكتروني. الفعالية تتزامن مع اليوم العالمي للمستهلك، واحنا في كل سنة نعتمد عنوان معين في هالمجال. السنة هو الجرائم الإلكترونية أو الاحتيال الإلكتروني، وهو جزء من برامج التوعية اللي أطلقناها احنا في إدارة حماية المستهلك، وجزء من التشكيل الجديد للإدارة. في السابق كان اعتماد الإدارة أو دور الإدارة الأساسي هو دور تفاعلي مع الشكاوي، قررنا أن نضيف إلى منحة جديد اللي هو دور استباقي، أن احنا نقوم بعمليات توعية للمستهلك وأيضا للتاجر. هذه السنة ارتأينا أن يكون الشعار مواكبا لاحتفال العالم أجمع باليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف الأول من مارس. هذا الشعار الذي تبنت جميع دول العالم للتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني وتطبيقات التجارة الإلكترونية. اليوم المستهلك يواجه تحديات كثيرة في مجال حماية المستهلك، وعلى الأخص في مسائل التطبيقات الإلكترونية وجرائم الاحتيال الإلكتروني بما يؤثر على خصوصية المستهلك وحقه الأساسي ضمن المبادئ العامة المتعلقة بحماية خصوصية المستهلك. أحرزت بورصة البحرين تقدماً استراتيجياً استثنائياً على مستوى الإنجازات خلال عام 2017 بتبوئها المركز الثاني على مستوى الخليج والمركز الرابع إقليمياً. وقد أعلنت بورصة البحرين في مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس إدارة البورصة عبد الكريم بوتشيري والرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن تحقيق نمو في القيمة الإجمالية للتداولات في العام 2017 لتصل إلى 211 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 70%. وقد بيّنت البورصة أن الكمية الإجمالية للتداولات بلغت في العام الماضي أكثر من مليار دينار، محققة أعلى كمية بتاريخ 26 من ديسمبر 2017، ما يمثل زيادة نسبتها 53% مقارنة مع العام 2016. كما بلغت القيمة السوقية بنهاية عام 2017 ما مجموعه 7 ملايين دينار تقريبا بزيادة نسبتها 12%. صار في طرح لمشاريع عديدة من قبل البورصة، من ضمنها البحرين تريد، من ضمنها البي اي ام، من ضمنها التوعية، وهذه هي كلها ادت الى تحسن في حجم التداول في البورصة. ومثل ما لاحظتوا من ساعة في المؤتمر الصحفي، بورصة البحرين ولله الحمد سجلت ثاني أكبر ارتفاع على مستوى منطقة الخليج ورابع أكبر ارتفاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط بالكامل. إنزين،
فالحمد لله، وان شاء الله في سنه 2018 نعزز هذه خلينا نقول المعطيات علشان نحاول ان السوق ينمو ويكون في تصاعد مستمر باذن الله. انجازات البورصه في عام 2017 واللي كانت عديدة، أبرزها إطلاق سوق البحرين الاستثماري المعني بالشركات المتوسطة والصغيرة، إطلاق سوق الريت، انجريشن اوف بحرين كلير أو تكوين شركة البحرين المقاصة، واللي نتج عنها إطلاق ماي شير كارد، حيث أن الأرباح النقدية ما يحتاج تستلمه بشيكات، لكن يكون عندك الأوبشن أنك تستلمه في بطاقة immediately on the record date حق الـ AGM. فهذه من الجانب التشغيلي. بعد أيضا عندنا من الأمور الأخرى اللي تم إطلاقها بحرين Investment Academy بالتعاون مع BIBF. يطلق مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع تمكين أسبوع البحرين للشركات الناشئة، وذلك اعتبارا من الثالث من مارس الجاري وحتى الثامن من الشهر نفسه. وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أنه من المرتقب حضور أكثر من 2500 مشارك من مختلف أنحاء العالم في فعاليات هذا الأسبوع، وأوضح أن الفعالية تهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة في المملكة وتشجيعها على تصدير منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى الترويج للبحرين كبيئة مثالية حاضنة للشركات الناشئة. تطرح شركة مازاد وبالتعاون مع الشركة العربية للمزادات مجموعة من فئة الأرقام الجديدة للوحات السيارات الخاصة للبيع بأسعار ثابتة، مع إتاحتها للراغبين في اقتنائها عبر الموقع الإلكتروني للعربية للمزادات. هذا ويأتي هذا العرض مواصلا لنشاط الشركات في طرح الأرقام الجديدة للوحات السيارات الخاصة للبيع عبر مختلف منصاتها وإتاحة الفرصة أمام الجميع لاقتنائها. نتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. أعلنت القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 10 صفقات خلال معرضي الأنظمة غير المأهولة يومكس 2018 والمحاكاة والتدريب سيمتكس 2018 بقيمة وصلت إلى نحو 80 مليون دولار. هذا وقد انطلقت فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2018 بمشاركة دولية من كبرى الشركات العالمية وصناع القرار والمختصين. وقال المتحدث الرسمي باسم المعرضين الرائد طيار سعيد اليماحي أنه تم التعاقد مع شركة أبوظبي الوطنية للأنظمة الذاتية الإماراتية لشراء طائرات مسيرة بقيمة تجاوزت 19 مليون دولار، ومع شركة تريست انترناشنال الإماراتية لصيانة وتصليح أنظمة طائرات النانو. هذه المرة الأولى التي نشارك في يومكس، شاركنا بعدد من العربات غير المأهولة المطورة والأخرى التي هي أيضا قيد التطوير، منها هذه اليو جي في الصغيرة وهذه الهليكوبتر غير المأهولة.